اخت سائله دكتور بتسال على مساله الحيض، بتقول انها يعني ان هو كان بيجي مدته اسبوع، يعني فتره كبيره جدا، لكن منذ سنه حصل تغير في الوقت واصبح بيصل الى 12 يوم، منهم بعض الحاجات بتكون يعني الوانها مختلفه عن الاحمر يعني. فهل تعتبر يعني كما كان عادتها الطبيعيه اسبوع، ولا يعني بتسال عن التفريقه بين مساله الاستحاضه والحيض حسب سؤالها يعني؟ يعني الحيض هو دم يخرج من المرأة الصحيحة في غير ولادة، ده اللي هو العادة الشهرية، وله يعني دم لونه ورائحته وآلامه ومتاعبه المعروفة عند المرأة، ده الحيض، ومعروفة مدته عند كل واحدة، لذلك بيسموه العادة الشهرية. ليه؟ اعتادته المرأة كل شهر أو الدورة الشهرية، يعني شيء دوري معناه حفظاه. طب استمر لسنين، لكن من سنة تغير بقى شيء آخر، بقى أيام أخرى، خلاص ده الجديد. أصلا مش مرة ولا اتنين، ده سنة، يعني جالها 12 مرة، معناه وضع جديد. المرأة تعرف الدم الحيض بلونه ورائحته وآلامه التي تأتيها، إن ده آلام الحيض. فإذا تغيرت المدوية ل 12 يوم، خلاص 12 يوم، لأن عند الحنابلة إن أقصى مدة الطهر 15 يوم وأقصى مدة الحيض 15 يوم. عند الأحناف 3 وأكثره 10 على خلاف. فهنا لا، في مذهب عند الحنابلة يرى إن في هذه المدة ده مدة حيض تحتاط، ما دام ده بشروطه العلمية الموجودة.